فتع علبة بلبل سوبر هايبريون الذوبة النارية من جزء السوبر كينج الجزء الخامس. فيلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم بليتو فتح علبة جديد، وهذه المرة حكونا عندها فتح علبة بلبل من جزء البي باتل بير سوبر كينج الجزء الخامس. فتح علبة اليوم يا شباب صراحة فتح مميز مميز جدا. بلبل يعتبر من الشخصيات الرئيسية في الجزء الخامس، هذا المكان هو أهم شخصية اللي هو الهايبرين شباب، أو السوبر هايبرين اللي هو العاصفة النارية. طبعا هم الاثنين اخوان، العاصفه الناريه والعاصفه الجليديه. العاصفه الجليديه اللي ما شافوا فتحناه امس، والعاصفه الناريه حنفتحه اليوم، ففتحين ورا بعض. ومقطع بكره راح يكون نزال بينهم في قمه الحماس شباب. القناه في هذه الفتره حتعيش كذا انتفاضه مشتركين في المشاهدات، وانتم اكيد لاحظتوا هذا الشيء يعني في المقاطع السابقه. عموما ترى في نفس اليوم هذا حصلنا زعلنا في الموت وصورنا الزوبعة النارية والزوبعة الجليدية في نفس اليوم في يوم واحد. فتح علبة كذا، فتحنا علبة ثلاثة بلابل، لان صراحة كنا متحمسين زيادة شباب ننزل لكم كل الفتوحات في اسبوع واحد، نبي نجرب بلابل متحمسين نلعب فيهم. ففتح علبة اليوم حماسي حماس شباب. طبعا كل بلابل زي ما قلنا ما حتكون اصلية الفترة الجاية، غير ممكن كذا ندخل لكم بلبل اصلي هو موجود عندنا حاليا، بس ممكن نفتحه وممكن لا، والاكيد انه والاغلب انه لا، ولكن انه الفترة الجاية حكون تقريبا كلها سوبر كينج، غير انه لو صار شيء ثاني مثلا. عموما هذا هو البلبل، جاي كذا في كيس متواضع زي باقي الاكياس. يا جماعة استكرات طبعا شايفين هذه الاستكرات، استكرات عادية بجودة رديئة، لو تحطها بلبل يومين ثلاثة ايام بالكثير تنفك، فعشان كذا انا ما احطها، افضل انه يكون البلبل بهذا الشكل، لو حطيتها وانفكت حيصير مكان الاستكرات فيه صمغ، والصراحة الشيء هذا حيخرب الشكل، فانا افضل اني ما احطها. عموما البلبل هذا يميني يا شباب وهجومي، حسب طبعا كيف عرفت، انا ما شفت العلبه نفسها الاصليه انه هو هجوم ولا لا، ولكن عرفت من نفس الشاسي، الشاسي مكتوب عليه اللي هو 2A التو اتاك، اللي هو يعني انه اتاك يعني هجوم، فانا عرفت انه كذا عشان البلبل هجومي. البلبل اليميني فحط جهاز اطلاق السوبر كينج اليميني، وحنستعرض لكم هو اليوم، حنقول لكم ايش العيب اللي كان فيه. هذا جهاز اطلاق من تي دي شباب، وصار فيه عيب مره كبير، راح نقول لكم العيب في نص المقطع، فتابعوا مقطع النهايه وبس. خلينا نبدا في الشرع عن كل القطع. بس شباب اهم شيء زر اللايك اذا حابين انكم تشوف فتح علبه يوم الجمعه، طبعا يعني بعد بكره تنين العواصف تيم بيست دراجون. تنين العواصف واحد من اقوى البلابل شباب، عنده اثقل درايفر في جزء السوبر كينج اتوقع فهم في العالم. فإذا حابين نوصل المقطع هذا اعلى عدد لايكات فوق ال 2000 لايك 3000 لايك، فجروا زر اللايك شباب، وزر الاشتراك كمان ما تنسوا زر الاشتراك، خلينا نوصل في اسرع وقت ممكن 40000 مشترك. والحين خلينا نبدا بالشرع عن القطع ككل، البلبل الاسطوري اليميني الهجومي. فيلا نبدا. اول قطعه في البلبل وهي اللاير، اللاير اللي هي عباره عن رينج سوبر كينج شيب وشيب كورن. فاللاير طبعا عبارة عن رينج، ورينج اسمها سوبر، اما بالنسبة للسوبر كينج شيب اللي في المنتصف مع اللي في المنتصف حيكون اسمها هايبرين. وهذا بلبل بالنسبة للاير. الالوان شباب، اللون الاحمر مع اللون الاصفر مع تداخل اللون الازرق كده بنسبة بسيطة لو انت شايفين. وطبعا شوفوا كيف الزوبعة الجديدية كنا نمسكها على هذا الاتجاه، شوف ان الراس جاي على هنا، والزوبعة النارية مخالف لها، فهذا كذا يعني شيء شدني الصراحة، فحبيت إن أقول لكم هو. ما أدري إيش المغزى من هذا الشيء، ولكن صراحة شيء عجيب شباب. فلو أنتم لاحظين تصميم البلبلين مقارب لبعض، يعني لو تشوفهم تقول هذولا يا إنهم يلعبوا مع بعض أو إنهم صنعوا البلابل مع بعض، هم تعتقد إن هم توأم شباب، فأعتقد كمان إنهم صنعوا البلابل مع بعض. ترى أسمائهم ما عندي أسماء لهم، فاللي حكتب لي اسمين متشابهين لهم في نفس الوقت يعني متشابهين كذا ومره قريبين لبعض، ححط له لايك وحستعملها في المقاطع الجايه، بس تكون اسمائهم جد حقيقيه، يعني مو مثلا في ناس جابوا لي اسماء من مدري فين شباب. في واحد طبعا يوتيوبر كبير معروف اللي قناة انحذفت اللي هو جاك ريجا، مسمي واحد من اللاعبين شامر شباب، والثاني ما اعرف ايش كان اسمه، ولكن اللي حاب يعني يشوف قناة جاك ريجا تكون تحت في صندوق الوصف، فتح الببلين قبلنا، واللي حاب يعني يروح يشوف ترى يعطيكم معلومات مره كثير، حيفيدكم مره كثير في البلابل شباب. فنرجع لموضوعنا
البلبل نفسه اللاير. شباب اللاير المفروض تكون هجوميه ومساعد الدرع والديسك، تناسق البلبل مع بعض الثلاثه قطع هذول لما نركبوا كذا واحد اثنين ثلاثه ركبهم في بعض بلبل هجومي على طول. فالشيء هذا مره قوي من تكاتومي، ان التصميم هذا اصلا كبلبل مره اسطوري. كمان لما شفت تطوره الحين تبع التطور طلع التطور، فالتطور حقه خرافي شباب. كذا بلبل كذا يكون في نص نزال تنفك اشياء تطلع منه، واو واو الضرب القاضي اللي حتكون في ذاك في بعد ذاك المهارة اللي حصير. عموما بلبل طبعا دوران يميني، فمع الضربات حيدور بهذا الشكل، شايفين كيف زي هذا عكس العقاب. تخيلوا هذا كان يميني شباب، كان الضربة تجيك من هنا من هذا، وتخيلوا هذا كان يساري، انتوا قاعد هذا يساري وهذا يميني، اللون الازرق في العادة الازرق يكون يميني والاحمر والاسود يكونوا يساريين. فعموما اللير هجومية طبعا من كل النواحي، شايفين هنا في ضربة شباب، هنا في ضربة خرافية كي شوفوا شايفينها. طبعا هذه اتجاه الشفرات، فممكن وانت قاعد تدور كذا هذه ضربة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يا ساتر شباب اربعة ضربات متتالية، يعني كذا في جزء فيه اربع ضربات، بعدين في مسافة بسيطة كذا ما فيها غير ضربات خفيفة، وبعدين اربع ضربات ثانية، فواو. ولكن قوام البلبل ما يساعد انه يعطي اربع ضربات قوية، وفي نفس الوقت يعني انها تكون تأثر على الخصم، لمس اللير البلاستيك اللي فيها بلاستيك خفيف نحيف شباب، فا ما حيساعده مرة. ولكن مع الديسك الثقيل، الديسك لو كان شوية اطول، يعني شوفوا تصميم الديسك حق زعانف الموت لو ما كان بهذا التصميم، ولكن كان بنفس الحجم وكان بهذا التصميم اعتقد، وفي هذا اللير اعتقد كان بلبل حيكون جبار شباب. عموما بالنسبة للبلبل طبعا مو مرة يعني حيكون هجومي، هو حيكون هجومي شرس اكيد ما نختلف، ولكن مع بلابل السوبر كينج ما حيكون مرة قوي، يعني ممكن يفوز، ما توقع بقدر احتمال ممكن يفوز بخراج خارج الحلبة، واذا كان معاه بلابل داش بلابل زي اللي هي بالعالمي ما توقع مرة حيكون مرة قوي يعني. فاندماج الالوان صراحة اعطت شكل خرافي، البلبل تحسوه كذا شمس او شيء كذا غريب شباب. عموما هو يعني التصميم صراحة ديم شباب شكل مرة حلو. فهذا بالنسبة لأي شيء تحب تعرفوه عن اللير، لير هجومية يمينية قوية ألوانها أسطورية. اوكي فوكس لو شباب من أول قاعد أتكلم عن فوكس ما أدري فين. فاللير يعني الصراحة أعطيها يعني تقييم الهجوم بما إنها هجومية حاطيها 7 أو 6، 7 أو 6 كذا بينهم. ليش؟ لأنها خفيفة فالهجوم اللي فيها طريقتها حلوة، ولكن هي اساسا نفس اللير ما حتساعد في نفس البلبل. فعندها القطعة الثانية من البلبل التو اي الاتاك الدبل شاسي، وزنها كذا من يدي يعطيكم انها فوق الاربعين جرام، ما اعرفكم حتكون لكن فوق الاربعين جرام. اللير تجي متناسقة مع الدبل شاسي، تجي متناسقة مع اللير انه عنده 4 شفرات بارزة للهجوم، فهذا الشيء حيكون جدا مساعد. وبما انها ثقيلة واللير حتكون خفيفة وفي شفرات هنا وفي شفرات هنا، فحيصير بوم اندماج الطاقة، حيعطيكم شيء اسطوري. وهذا بالنسبة لأي شيء تحب تعرف عن الدبل شاسي. دبل شاسي طبعا ليه اسمه دبل شاسي؟ انه هو عبارة عن شاسي، الشاسي هو عبارة عن هذه الأشياء الأربعة مع الديسك، الديسك هو اللي حيكون داخل، هذا هو الديسك الموجود هنا شباب اللي هو هنا كمان. فهذا بالنسبة لأي شيء تحب تعرف عن الديسك. فالقطعة الثالثة والأخيرة في البلبل الدرايفر، درايفر توقع كان اسمه الإكسيد شباب إذا ما خاب ظني، خليني أتأكد وأرجع لكم لحظة. اوكي شباب طلع كلام صح، اسمه دابا اكسيد بالاي اكسيد كذا. فهذا هو الدرايفر، يشبه بنسبه كبيره درايفر الهايبرين او الكينج، كان اسمه كينج صح يبقى على ما اعتقد كان اسمه كينج شباب. عموما يشبه بنسبه كبيره هذا الدرايفر، شايفين. اوكي فقياس اوزان القطع، سوي زوم اقوى شيء في التاريخ، نسوي فوكس. ليه مو واضح؟ ترى ما في اي اضاءة شباب عندنا، ما ادري اذا انتم واضح لكم. اوكي واضح، ولكن انا حقول لكم لانه تعرفوا الحين احنا قاعدين نصور في وقت متاخر، فا اوكي حسها مايلة شوي صح؟ بدا مايلة حبتين. عموما هذا هو الشكل حيكون واضح لكم. اول قطعة في بابلو هي اللير 9 جرام و11، هي ما هي واضحة بشكل كبير ولكن هي 9 جرام و11. ثاني قطعة قلت لكم فوق الـ40، خلينا نشوف 47 جرام و3، يا ساتر. درايفر اوكي 5 جرام و36، البلبك اكل خلينا نشوف كم حيطلع بالجرام. اوكي خلينا نركبه بس طبعا هو يميني. البلبك اكل 61 جرام و52، الزوبعة الجليدية
ايش؟ كيف 39؟ 54 جرام و 66. الميزان هذا شاب يهنق بعض الحين كذا يجيب لك ارقام من كيسه. فهذا بالنسبة للبلبل كوزن وكقطع والشرح وكل شيء. والحين نروح لتجربة البلبل في الحلبة. اوكي شباب، الحين جاء وقت نزلات تجربة البلبل. طبعا ما اعرف اذا سامعين صوت تشويش، ولكن التكييف شغال. فالصراحة شباب الغرفة صارت من جد ما تنطال، ما تقدر تقعد تصور فيها. فبس نزلات حنمشيها كذا بصوت التكييف، يعني الصوت حيكون واضح عندكم اعتقد. واكتبوا في الكومنتات يعني هو واضح ولا مرة سيء، ما ينفع ما نسويه مرة ثانية ولا ايش. فعندنا تجربة بشكل منفرد. الزوبعة النارية حيكون كذا تقريبا هجوم مع شبه قدرة احتمال، ولكن لو جات ضربات شباب حتصير برضه هجوم. ولكن والله ما ادري ايش في شباب، خلينا نسوي تجربة على السريع. اوووو رهيب. طيب اوكي ما قدر على الهيب. فالحين خلينا نسوي التجربة البلبل ضد بعض البلابل، وعندها بلبل ما فتحناه بس حنجربه في مقطع اليوم. فخلينا نشوف. اوكي بدأ هجومي حارب شرس، نبغى نشوف بيرس اليوم. واو احلى بيرس من احلى بلبل. فالحين نروح تجربة البلبل الثاني. عنده كليك ترى شباب، صار عنده كليك. حارب شرس بس ممكن لو كانت ضربات قوية ضده ممكن يسوي بس، ولكن بهذا الشكل صراحة ما اتوقع. اوكي يا ساتر والله البس حقه حلو شباب، يعني طريقة تحطيمه بلبل مرة حلوة. فنجي للبلبل الثالث، بلبل ما فتحناه. برق المجرة للاعب. اوكي برق المجرة زعلان شباب، ترى ما فتحناه وهذه أول تجربة لنا، يعني من يوم ما فتحنا البلبل هو مو أصلي طبعا. فهذا كانت أول تجربة، ليه ما فتحناه حتى تعرف بعدين. توقع كذا عرفت شو سوى. واو مع أول تجربة تحطم يا ساتر شباب. فعندنا آخر بلبل من بلابل في مقطع اليوم، خلينا نجيب الشجاع. الشجاع الاسطوري، اسطوري بمعنى كلمة شباب. وهذا كان كل اللي عندي اليوم وفي مقطع اليوم. اتمنى المقطع اليوم عجبكم. فتح علبة بلبل الزوبعة النارية للاعب، ما اعرف شو اسم اللاعب، كذا ما يبي يوقف كذا. فبس هذا كل اللي عندنا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا في الكومنتات ايش رايكم في فتح علبة بلبل اليوم. اتمنى المقطع اليوم عجبكم. فوصلنا للختام، سلام.